السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم. معاكم النهاردة ميس نيفين عبد العزيز، سوبرفايزر اللغة العربية. أنا معاكم النهاردة عشان أطمنكم. بإذن الله الامتحان هيجي سهل جدا، وبإذن الله هنجيب كلنا الدرجات النهائية. أنا مش عايزاكم تقلقوا خالص، احنا عندنا تعليمات من دكتور شريف بان احنا نتواجد معاكم في اللجان من اول دقيقه وطول فتره الامتحان لحد ما تخلصوا خالص، فانا هبقى متواجده معاكم، واي سؤال مش واضح هقوم بتوضيحه. مش عايزاكم تقلقوا تاني، ان شاء الله كلكم هتجيبوا الدرجات النهائيه. في ولاد منكم طلبوا مننا اجابه النماذج الاسترشاديه اللي نزلتها الوزاره، وانا النهارده معاكم عشان نحلها ونشوف هنحلها ازاي، وبطريقه سهله وطريقه بسيطه جدا. طيب نبدا على اول نموذج عندنا. النموذج الأولاني بيقول لي إيه؟ مصر تجذب أفواجا من السائحين من جميع دول العالم، فهم يأتون إلى مصر لأغراض متعددة. رقم واحد، معنى تجذب، ها ترتفع ولا تشد ولا تعطي ولا تركب؟ ها لازم أقرأ يا ولاد السؤال مرة واثنين وثلاثة عشان أتأكد من اللي انا قريته ده صح ولا غلط، عشان ما احطش خط تحت حاجه وتطلع غلط بعد كده. معنى تجذب، تشد، برافو علينا. السؤال التاني بيقول لي مفرد اغراض، غور ولا غار ولا غارض ولا غرض؟ قلنا نقرا كويس عشان ما نعلمش، مش اول ما اشوف حرف الغين اعلم على طول، لازم اقرا الكلمه لاخرها واتاكد ان هي دي الكلمه الصح. مفرد اغراض، برافو، غرض. سؤال رقم 3 بيقول كلمة يأتون، يأتون دي فعل ولا اسم ولا حرف ولا ظرف؟ يأتون حاجة بتحصل اهي، واحنا الحاجة اللي بتحصل دي بنقول عليها ايه؟ فعل. تمام، يبقى كلمة يأتون فعل. السؤال الثالث، مصر تجذب نقط من السائحين، فوج ولا أفواجا ولا فوجين ولا فواج؟ أنا مكتوبة عندي في الفقرة فوق، ها أهي مكتوبة قدامي فوق، مصر تجذب ها أفواجا. تمام، يبقى هي تاني اختيار عندي اللي هي أفواجا. السؤال رقم 5 بيقول لي إعراب كلمة مصر اللي هي في أول كلمة عندي في الفقرة بتاعتي ومحطوط تحتها خط، مصر تجذب، ها الجملة دي جملة إيه؟ تمام، هي جملة اسمية، وأول كلمة في الجملة الاسمية بنقول عليها إيه؟ مبتدأ، برافو علينا. طب نشوف الاختيارات اللي عندنا، فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا مضاف إليه؟ تمام، هي مبتدأ. بعد كده السؤال بتاع النصوص بيقول لي الشاعر بيقول لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمت الدهر سهامة أتقيها بفؤادي. وعندي بعد كده الأسئلة بتاعتي، أول سؤال فيهم بيقول لي كلمة سهام اسم ولا فعل ولا حرف ولا ظرف؟ ها برافو علينا، سهام اسم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مفرد بلاد، بلد ولا بليد ولا بدية ولا بديل؟ برافو علينا، بلاد مفردها بلد. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي كلمة الدهر، برضو يا ترى هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا ظرف؟ الكلمة اللي فيها ألف ولام دي على طول بتبقى اسم، برافو علينا، كلمة الدهر اسم. أنا شايفاكم كلكم ذاكرين، وإن شاء الله الامتحان هيجي سهل جدا. بعد كده يدعو الشاعر لمصر بي، هو الشاعر بيقول لمصر إيه؟ لك يا مصر السلامة، برافو علينا، السلامة. يبقى يدعو الشاعر لمصر بي السلامة ولا الندامة ولا الحسرة ولا الكسالة؟ ها احنا واخدينها اهو، لك يا مصر ايه؟ السلامة. يبقى ايه؟ يدعو الشاعر لمصر بالسلامة. اخر سؤال عندي في النموذج ده بيقول لي نقط طالب نشيط، وعايز هذه ولا هذا ولا هذان ولا هؤلاء؟ ها بنقول ايه على الطالب اللي هو المفرد المذكر؟ ها تمام، بنقول هذا، هذا طالب نشيط. طب لو انا مش عارف هعمل ايه؟ هجرب احط كل اختيار من ده، بقول هذه طالب، لا مش هينفع، ولا بقول هذا طالب، تمام صح بتنفع هذا طالب. طب اجرب برضو الباقيين، بقول هذان طالب،
ما ينفعش. هؤلاء طالب برضو ما تنفعش. يبقى الاختيار الوحيد اللي كان نافع معايا هو ايه؟ هذا. بكده نكون خلصنا النموذج الاول، ونخش على النموذج التاني ونشوف عايز مننا ايه. النموذج التاني بيقول لي من موضوع كاد العطش يقتله. أخذ الرجل يبحث بلهفة عن الماء هنا وهناك، فلما هده التعب وقف تحت شجرة يحتمي بظلها ويلتقط أنفاسه. رقم واحد، معنى يلتقط، يأخذ ولا يلعب ولا يفهم ولا يجري. طب تعالى كده نحط كل معنى من دول مكان كلمة يلتقط في الجملة ونشوفها. يا ترى هو كان تحت الشجرة بيعمل ايه؟ بيأخذ انفاسه ولا بيلعب انفاسه ولا يفهم انفاسه ولا يجري انفاسه؟ معنى يلتقط هنا تبقى ايه؟ يأخذ. برافو علينا. مفرد انفاس، منفس ولا نفيس ولا فانوس ولا نفس؟ مفرد انفاس، نفس. تمام. رقم ثلاثة، كلمة شجرة، فعل ولا اسم ولا ظرف ولا حرف؟ احنا واخدين في علامات الاسم ان الكلمة اللي اخرها تاء مربوطة بتبقى دايما ايه؟ اسم. يبقى كلمة شجرة اسم. رقم اربعة، بيقول لي مضاد التعب، التعب الراحة ولا السعادة ولا الامل ولا الرضا؟ تمام، مضاد التعب الراحة. رقم خمسة، كلمة أخذ دي فعل بس نوعه إيه؟ يا ترى هو فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر ولا اسم؟ أخذ، أخذ خلاص انتهى، يبقى ماضي فعلا. كلمة أخذ فعل ماضي. بعد كده من نشيد إسلامي يا مصر، يقول الشاعر: إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. والسؤال بيقول لي كلمة إسلامي ده فعل ولا اسم ولا حرف ولا ظرف؟ إسلامي ده فعل، بس فعل إيه؟ فعل أمر، هو بيأمر مصر أن تسلم. تمام، يبقى إسلامي يا مصر ده فعل. رقم سبعة، بيقول لي نقط طالبتان مهذبتان، وعايز هي ولا هما ولا هم ولا هن؟ طالبتان دي مثنى، مثنى بياخد عندي في ضمائر الغائب كلمة ايه؟ هما. يبقى هما طالبتان مهذبتان. رقم 8، بيقول لي مضاد مدت، مدت قبضت ولا سحبت ولا وصلت ولا رجعت؟ مضاد مدت قبضت. تمام، كلكم ذاكرين شاطرين جدا. رقم 9، بيقول لي كلمة مصر دي فعل ولا اسم ولا حرف ولا ظرف؟ مصر ده اسم بلدنا هو، اسم صح؟ يبقى كلمة مصر اسم. آخر سؤال عندي في النموذج ده بيقول لي إن دي اسم ولا فعل ولا حرف ولا ظرف؟ برافو علينا. إن ها حرف، برافو علينا شاطرين جدا. ده كده النموذج الثاني خلص. نشوف النموذج الثالث والنموذج الأخير اللي معايا من موضوع قطرة ندى وورقة شجر. استيقظت الدنيا مع نور الفجر الفضي، وملأ الجو نسيم رائع، تمايلت أوراق الشجر فرحة بميلاد يوم جديد. السؤال رقم واحد، بيقول لي معناه رائع، جميل ولا سعيد ولا كثير ولا جديد؟ برافو علينا، معنى رائع جميل، احنا حافظينها من زمان جدا. السؤال رقم 2، بيقول لي مضاد استيقظ، وقف ولا سار ولا نام ولا اعتدل؟ مضاد استيقظ، ها استيقظ يعني ايه؟ يعني صاحي من النوم، يبقى عكسها نام. شاطرين. رقم 3، كلمة نور فعل ولا اسم ولا حرف ولا ظرف؟ ها طب انا شاكك اعمل ايه؟ جرب تحط الف ولام تبقى النور، بنقول النور. تمام، طالما الكلمه قبلت معايا الالف واللام بقت اسم، يبقى طالما بقول النور يبقى ينفع انها تكون ايه؟ اسم.
لكن الفعل ما ينفعش معاه أبدا إني أحط عليه ال. السؤال رقم 4، تمايلت أوراق الشجر لأنها فرحة ولا حزينة ولا مريضة ولا كئيبة؟ في الفقرة عندي فوق، نرجع للفقرة تاني. الفقرة بتقول إيه؟ تمايلت أوراق الشجر فرحة بميلاد يوم جديد. إذن تمايلت أوراق الشجر ليه؟ لأنها فرحة. يبقى نختار كلمة فرحة. بعد كده من نص ما أحلى أجواء القرية، رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا وردة. معنى الدور، المنازل ولا المقاهي ولا الأندية ولا المسارح؟ تمام، معنى كلمة الدور المنازل. ضاد تضحك، تحلم ولا تبكي ولا تقوم ولا تجلس؟ تضحك مضادها برافو تبكي. وصف الشاعر الشمس بأنها حزينة ولا مبتسمة ولا طويلة ولا راضية؟ ها، شمسا تضحك، تضحك يعني ايه؟ يعني مبتسمة. تمام، يبقى وصف الشاعر الشمس بأنها مبتسمة. كده بيقول لي مصر وطن عظيم يحرص على أبنائه. السؤال رقم 8 بيقول لي كلمة مصر تعرب فاعلا ولا خبرا ولا مبتدأ ولا ظرفا؟ تمام، كلمة مصر دي أول كلمة في الجملة الإسمية وبتعرب إيه؟ مبتدأ. تمام، يبقى هي تالت اختيار عندي اللي هي مبتدأ. رقم 9، كلمة عظيم اسم ولا فعل ولا حرف ولا ظرف؟ عظيم، قلنا لو شكنا في الكلمة نعمل إيه؟ نحط لها أل، لو نفعت تبقى اسم. ينفع أقول العظيم؟ تمام ينفع، يبقى الكلمة دي على طول إيه؟ اسم. آخر سؤال عندي بيقول لي كلمة يحرص فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل أمر ولا خبر؟ يحرص، ها، هي فعل فعلا، بس فعل إيه؟ ماضي ولا مضارع؟ هو حرص خلاص وانتهى ولا لسه بيحرص؟ لسه هو في الوقت الحالي. تمام، هو لسه في الوقت الحالي. إذن كلمة يحرص فعل مضارع. طب لو هي في زمن أمر كانت هتبقى إيه؟ كانت هتبقى احرص، صح؟ يبقى إحنا كلمة يحرص فعل مضارع. بكده يا ولاد نكون حلينا الثلاث نماذج الاسترشادية اللي الوزارة منزلها. شفنا قد إيه هي سهلة، وشفنا قد إيه نقدر نجيب فيها درجات حلوة جدا. بالتوفيق يا رب لينا كلنا وبالنجاح.